إذا كان الإناء مطلي بالذهب مثل الكاس والملاعق ما حكم استعماله؟ هذا الموضوع عرض على هيئة كبار العلماء وجرت المناقشة فيه، واطلع أعضاء المجلس على بحوث قدمت في ذلك، وروي أن نتيجة هذه البحوث هو الخلاف بين أهل العلم في ذلك. فبعضهم يقول بأن العبرة بما جاء بأن العبرة أو اعتماد الحكم على ما جاء في التعليل بأن في ذلك كسر لخواطر الفقراء حينما يرون المترفين وهم يأكلون فيما يشبه الذهب، وهو أن الإناء حينما يكون مطليا بالذهب يحسبه الرائي قطعة ذهب. فعلى كل حال فقد يعني يكون هناك جبر كسر لخاطر الفقير ونحو ذلك، وهذه مما ذكر أهل العلم أن هذه من حكم منع استخدام الذهب أوان الذهب والفضة في أكل أو شرب أو نحو ذلك. هذا نأتي إلى طلاء هذه الأواني. فبعض أهل العلم قالوا أن الطلاء ليس ذهب، وإنما ليس ذهب، وبناء على هذا فلا يصدق عليه أنه ذهب، ولا يصدق عليه الحكم بمنعه من الاستخدام. وبعض أهل العلم قالوا بأنه لو أذيب، يعني القاعدة في معرفة ما يجوز وما لا يجوز من استخدام أوان الذهب هو أنه إذا كان مطلياً بمادة ذهبية، فهذا الطلاء لو جمع كله وأذيب في محل إذابة أذيب، هل يبقى منه شيء أو ما يبقى منه شيء؟ فإذا لم يبقى منه شيء فهذا ليس ذهبا، ويقول لا بأس باستخدامه. فالحاصل أن فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن التقي الصالح هو الذي يعمل على براءة ذمته والبعد عما فيه الاشتباه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا الجواب هو أن المسألة خلافية، وأن ترك هذه الأمور المشتبه أمرها هو على كل حال من باب براءة الذمة. وفي نفس الأمر كذلك نقول ما طلي بالذهب ليس هذا الإناء مادة ذهبية، وإنما هو مادة معدنية غير ذهبية، وإنما هو مطلي بالذهب. فمن أخذ به أو استخدمه فلا يعترض عليه، لأن هناك له سلف من أهل العلم قالوا بجواز ذلك، ومن تركه براءة للذمة فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله المستعان.